في التحليلية، شي جين بينغ في موسكو حاملاً رؤية جديدة للعلاقات بين البلدين، ما شكلها وآفاقها؟ الاستخبارات الروسية تتهم واشنطن بتنشيط الإرهاب في سوريا، ما المؤشرات والأهداف؟ بن سلمان يخطط لتحويل السعودية إلى قوة طيران عظمى، كيف هيأ البنية التحتية السياسية لذلك؟ في وثيقة اليوم، خمس الأمريكيين يؤيدون الطلاق الوطني، أين وكيف؟ وفي قضية اليوم، عقدان على غزو العراق، أين أخفقت واشنطن وأين نجحت في تغيير خارطة المنطقة؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس الشريف.